يا كابتن صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك معانا، منورنا في 10 الصبح صباح في الاهلي. صباح الفل عليك، كريم، صباح الفل هوان، وكل صباح الخير وداليا. ازيك يا مامتي؟ منين ايه؟ الحمد لله. هو يعني اول ما قلنا اسم حضرتك فعلا هم الاثنين اتدوروا بص وراه، يعني ده حضرتك عامل قلق للبطلات بتوعنا ولا ايه؟ والله انا خايف جدا. اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ الله يخليك، كله تمام والله. الحمد لله الحمد لله. عايزين نتكلم مع حضرتك على لو تسمح لنا نبتدي معاك بالتفصيله اللي انتهينا في حوارنا ده مع بطلاتنا عندها. فكره ان بيبقى في متطلبات معينه لتدعيم وترسيخ الابطال بتوعنا في الرياضات المختلفه، بتحتاج دعم مادي، بتحتاج معسكرات خارجيه، بتحتاج سفر في كتير من الاحيان، بتحتاج تعامل وتعاون مع خبراء عالميين في الرياضه. الى اي حد التفاصيل دي متحققه من خلال الاتحاد المصري للتنس؟ بص، هو يعني خلينا نقول ان احنا مؤخرا في شويه تطور في القصه دي، بس على مستوى الناشئين اكثر من مستوى المحترفين اللي هم السيدات والرجال. يعني على مستوى الناشئين الاتحاد بدا يهتم بقاعده الناشئين كويس، وبدا يوفر لهم بطولات دوليه كتير هنا. بس طبعا ده هيبقى صعب بالنسبه للمحترفين لان هم تقريبا سافر طول السنه، فلسه الجزئيه دي محتاجه طبعا دعم قوي من الاتحاد. ما فيش لسه فيها دعم في الجزء ده بالنسبه للسفر وبالنسبه لتوفير الدعم المالي ليهم. فدي طبعا لسه في جزء ناقص فيها، بس على مستوى قاعده الناشئين بدا يبقى في تطور شويه في توفير بطولات دوليه كتيره هنا، تخلي الناشئين يبداوا يتحطوا على الرانك الدولي بشكل كويس. طب كابتن محمود، يعني الاتحاد المصري للتنس ما هوش وليد مثلا سنه 2010 فاتوا، من الاتحادات القديمه، فليه لحد دلوقتي ما نقدرش نقول ان هو مكفي كل المستلزمات والمتطلبات اللي ابطالنا في هذه الرياضه بيحتاجوها؟ يعني ليه الاتحاد ده مش واخد الحيز المحتاجه والاكبر من وزاره الشباب والرياضه، وليه ملوش مدخول اخر غير الجزء اللي وزاره الشباب والرياضه هي مخصصاه؟ برضو ده سؤال لو حضرتك تقدر تجاوبنا عليه. يعني هو برضه عشان نكون واقعيين بصراحه، لعبه التنس مكلفه جدا، يعني الموضوع برضه مش سهل على الاتحاد ان هو يوفر بشكل فردي لكل واحد المتطلبات اللي تخليه بطل ويبدا يخش في المنظومه دي. الموضوع برضه مش سهل، يعني لان الموضوع فيه سفر كل سنه بالنسبه للاولاد والبنات دول، والموضوع بيتم بشكل فردي كويس، يعني بشكل فردي قوي، لان ممكن تلاقي ولد او بنت حققوا بشكل كويس جدا، الباقيين اتصرف عليهم وما حققوش. فبرضه الموضوع مش سهل كمعسكرات وكسفر. خلينا برضو نقول بصراحه الموضوع برضو مش سهل ماديا ان هم يقدروا يتحملوا كل ده، بس لازم الموضوع زي ما بدا يحصل مع الناشئين ان شاء الله يبداوا بقى يدمعوا او يدعموا السيدات والرجال الاقوياء اللي هم عندهم بوتنشال ان شاء الله ان هم يتحطوا يعني حته كويسه. هي ليه لعبه مكلفه يا باشمهندس؟ يعني حسب ما انا اعرف، انا كنت بلعب تنس وانا صغير وانا عندي 7 سنين، يعني هو المضرب وكده كده مصر مليانه في اماكن مختلفه الملاعب، يعني عندنا بنيه تحتيه رائعه. هي مش الادوات قد ما هي فكره المعسكرات الخارجيه والسفر، ان خلي بالك حضرتك هي تقريبا احنا عندنا 52 اسبوع في السنه، الولاد دول والبنات دول بيلعبوا شبه من 35 ل 38 اسبوع في السنه. فعشان يقدر يسافر كميه الاسابيع دي، فطبعا لازم يكون في سبونسرز، لازم يكون في دعم ليهم. مش كله بيقدر يحقق الكلام ده، فبنفقد طبعا شويه مواهب كانوا ممكن يحققوا حاجه كويسه جدا. بس مش قادرين يخشوا في التور دي طبعا والسفر الكبير ده. عموما احنا يعني بنتمنى اكيد ان لو في اي نواقص تستكمل بالزبط في القريب العاجل، عشان نزود حتى من عدد ومن نوعيه البطلات بتوعنا في التنس. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. كان معانا كابتن محمود عبد المبدي المدير الفني للتنس في النادي الاهلي.